من جديد نحييكم مشاهدينا طبعا الآن مع فقرتنا الفنية. برز اسمها في عدد كبير من الأغنيات الإماراتية الجميلة وراجت كليباتها وحصدت مئات الآلاف من المشاهدة على اليوتيوب ومواقع السوشيال ميديا. هي كثيرة في إنتاجاتها، كريمة في ألبوماتها، وهكذا أيضا ستكون الليلة معنا كريمة وسخية بصوتها وأغانيها. رحبوا معنا برويدة المحروبي. مساء الخير. مساء النور. ما بطول معكم الحين، بعدين نرجع لبعض. راح ابتدي مع أغنية إن شاء الله. هاي نعم. ترحيبية أول شيء. تفضلي. يلا قربونا. ميتة ميتة في هذا حبيبي، وابغي هذا حبيبي، وابغي له تغلى علي راضي انا في تغلي. حلوياتنا حق الليله اليوم بدايتها معكم. بدايتها طبعا. انا ارحب ايضا في ابو مهند. حياك الله. تسلم. الله يسلمك ويعافيك ان شاء الله. هاي الاغنيه اللي قلتيها كنا انا بسالك عنها، اللي هي اغنيه فضيحه. هاي اخر اغانيك؟ هذه صح، هذه اجدد سنجل. نعم. نازل. نزلنا سنجل من 10 ايام تقريبا. وشو السالفه من الاسم فضيحه؟ ليش؟ عشان تسألوني، عشان كذي أنا موجودة معاكم الحين. لو مو فضيحة ما بتجيبوني. أغنية الكلمة ملفتة. I think إن لازم الأغنية وأي عمل نسويه بالآخر، حتى لو العمل راح يكون حلو أو بسيط، دائما لما يكون عندك موضوع ملفت أو كلمة ملفتة تحس إنه ياخذ الكليبة، يعرف يعني مقصودة لجذب الانتباه. طبعا يعني أنت اليوم لما نحن نزلنا في الأول أيام الدعاية أنا فضيحة رويدة، فالكليبة يعرف شو الفضيحة، يتحرون شيء ثاني سالفة أخرى، مستانسين. فنانة رويدة، لو تخبرينا عن بداياتك، متى وكيف كانت الانطلاقة؟ بداياتي في استوديو الفن. يعني الكل عارف هالشيء، يعني المفروض صار شيء قديم يعني بعد 5 ألبومات. في استوديو الفن في لبنان، ماخذة ميدالية فضية عن الفئة الطربية، غنيت لفيروز ما شاء الله. كنت نجحت بالأغاني اللي غنيتها، أعطيني الناي وأغني أهواك بلا أملي. أكثر شيء يعني هاي اللي أخذت، هذه اللي نجحتني يعني. شو رأيك منها وانطلقتي؟ بما اتجهنا من لبنان، في شيء طرب لبناني؟ طرب لبناني؟ لا مو طالب، خلينا نقول شوي اهواك بس. اهواك عبد الحليم، رحنا على مسرحيه. لا فيروز. فيروز اهواك بعد. ما شاء الله. ردينا حق لبنان، ما في مشكله، قلنا لبنان صح. اهواك 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 بلا املي، تبسم لي وورودك تغريني
تغريني بشهيات القبل. كفاية مية مية، ما شاء الله عليك. الله يحفظك يا رب إن شاء الله. العلاقات بالوسط الفني الإماراتي طبعا كبيرة جدا، لمن غنيتي في الإمارات؟ أو غنيت لوايدين، يعني كل ألبوم كان في عندي ملحنين أو شعراء إماراتيين، يعني نعم. ما حتى لو الأغاني كانت طبعا عربية أو خليجية أو لهجة بيضة، بس كان في عندي مجموعة ملحنين، يعني كان في 5 ألبومات ما راح أتذكر غير الأغاني الوطنية أو الأغاني الخاصة اللي غنيتها. كفيديو كليبس كم فيديو صورتي؟ عندي أوكي، أول ألبوم 3 كليبات، ثاني ألبوم 3 كليبات، ثالث ألبوم 36، عندي تقريبا 8 أو 9 كليبات. وفي شيء قادم تصوير ان شاء الله، بس مو بالحين عقب رمضان. مو لفضيحه؟ لا، اغنيه فضيحه ما بنصورها. فضيحتها فين؟ قربنا الحين شهر وشوي، يعني شهر رمضان ان شاء الله. واغنيه حلوه ان شاء الله، ومسويه جوله الحين، فما احس انها محتاجه تصوير. ان شاء الله بعد رمضان يكون في عنا فتره وهذا، فنشتغل على كليبات. انزين، انت قلتي قبل شويه انه هو في اغاني الخاصه، اللي تذكرين اكثر شيء الاغاني الخاصه، شو من الاغاني الخاصه اللي هي فعلا يعني اشهرها واللي اقرب لقلبك؟ ما اتذكر انا، اشوف اغلب الاغاني اللي نجحت معي للكليبات، الاغاني اللي تصورت اللي هي معروفه، غريب الطبايع، وريني، اغاني اللي تصورت اكثر شيء. يمكن اول اغنيه اسويها غير، يعني اول اغنيه تسوي جو كثير بدون تصوير او خارج كليب، خارج ألبوم، هي أغنية فضيحة هالفترة. فضيحة. غريبة الطبايع أنا وايد أحبها، ممكن نسمعها كطلب خاص ولو مقطع؟ غريب الطبايع جماله بدايع، به الوصف ضايع وصف قديمة، جماله سلبني وحبه نهبني وصله تعبني، وروحي سقيمة وروحي بودة، غدت كم تودة وان غير ودة تراها خصيمة. شكرا على تلبية. لها طابع خاص من كذي، انا عرفت الحين انت ليش تحبينها. ليش؟ بعدين انزين، في لك علاقة خاصة بالموسيقى والعزف؟ كنت أعزف، بس من زمان ما عزفت. كنت أعزف بيانو. نعم. من عمري 8 سنوات تميت أعزف لين دخلت الجامعة، بعدين فتت الجامعة ووقفت بسبب الدراسة وهاي. نعم. فما عزفت بعدين. لاحظت يوم غنيتي حق فيروز استخدمتي أناملك كعازف موسيقي، لذلك قلتي أكيد في لها علاقة بال. كنت أعزف قبل. الجمهور الإماراتي، نحن نتكلم عنه بشكل خاص اليوم طبعا، كيف علاقتك بالجمهور الإماراتي؟ من اي ناحيه كيف علاقتي؟ شو رايك في الجمهور الاماراتي وعلاقتك انت فيه؟ الجمهور الاماراتي جمهور وايد متذوق. نعم. متذوق فنيا وايد، كلمه، لحن، يعني مثلا بدون تقليل طبعا، او ما اتكلم عن الجماهير الاخرى العربيه، بس الجمهور الاماراتي بالذات وبالتحديد وايد تهمهم الكلمه. نعم. وايد يحبون الكلمه، وبعدين طبعا لو في لحن حلو وصوت حلو يعني يكمل الموضوع او الاغنيه تكمل عندهم. فجمهور متذوق طبعا، اكيد كلنا لنا مزاجاتنا وكلنا طبعاً. لنا مود معين، مزاج اليوم مثلا سعيد او حزين او غيره. علاقتي فيهم، انا الحمد لله علاقتي مع الكل زينه، يعني ما عندي مشاكل مع حد ولا ولا احس انه في جمهور. يعني انت بالاخر حسب المناطق وحسب الاغنيه وحسب طبعاً. شو تغني او شو المناسبه طبعاً. تصير الاختيارات، وبهالطريقه بعد انت تكسب الجمهور يعني. واخر شيء يمكن الفنان يحب انه يرضي اكبر شريحه ممكنه. طبعا انت بالاخر تغني يعني مش هذا بس لنفسك بالضبط، يعني انا بالاخر هم اللي يسمعوني، هم اللي يشجعوني. في مصطلح القفص الذهبي ذكرك بشيء؟ قفص ذهبي عصافير كان مع عصافير الخبر مع حبيب الياسي كان معنا من اسبوع، كان ضيفنا ايضا، وتخبرنا عن موضوع الصوره على غلاف مجلة تحت عنوان. لكن فعليا انتم على في اليه عمل معينه، انتم فريق عمل واحد؟ اي طبعا، نحن فريق عمل مكونين من حبيب وانا والمنتج علي الياسي. نعم. اخو حبيب، وخلاص الحين في خطه معينه، في جروب يعني نحن نشتغل مع بعض كجروب. هالاغنيه اغنيه فضيحه من الحان حبيب الياسي. نعم. وان شاء الله في اعمال ثانيه
من ألحانه أو حتى بتعاونات مشتركة بيني وبين حبيب، إن كانت تمثيلية أو تقديم أو أفكار مختلفة عنا إن شاء الله. إن شاء الله. دواتس كل شيء. فاليوم نحن جروب، مش بس إن نحن بنتعامل كألحان وأغاني، لا، نحن اليوم مثل جروب. أنا انضميت لهالشركة الموجودة، هالشركة الصغيرة، وأتشرف طبعاً وكثير مبسوطة إني مع هالمجموعة اللي هم اليوم أصدقاء. ويعني قبل ما يكون العلاقة علاقة مهنية، قبل ما تكون علاقة مهنية هي علاقة صداقة. الله يديم المحبة. زين، حضرت لنا شيء لمساء الإمارات من أغانيك، شيء خاص لنا؟ غنيت لكم فضيحة بس لا يعني وايد علينا. كل شيء حاضر لكم انتم. نحن كله على العلن، ما شيء فضايح على الهوى كله. انت ترى فضيحة معلنة. زين، نسمع شيء مبلي، شيء إماراتي بما أننا نحن طبعاً برنامجكم، وبعدين نرجع لرويدة. لرويدة، يلا. سيدي، فضايح. لا هي لازم اسالكم. لا هي غنت التراث، والتراث طبعا انت ليش في يعني صولات وجولات التراث الاماراتي خاصه، لكن شو ليش انت يعني انت شو تحسين قدمتي للتراث الاماراتي واهم اغانيك فيه؟ شوف، يمكن اكثر شيء قدمته يمكن في الاغاني الوطنيه. ما راح نغني شيء من اغاني اليوم الوطنيه بس عشان يعني بس لا يمكن نختم بالوطنيه، اغنيه وطنيه طبعا لازم. بس لا مو من اغاني انا قصدي. نعم. بس يمكن اكثر شيء، لان شغلي اغلب شغلي للحين كانت عباره عن اغاني عربيه اماراتيه خليجيه بايقاعات اماراتيه، مثلا ملحنين او شعراء اماراتيين. نعم. وطبعا انا اماراتيه بس العمل خليجي اكثر. نعم، طابع خليجي. فانا طلعت يمكن بدايتي كانت عباره عن فنانه اماراتيه طالعه للدول العربيه، طالعه للدول الخليجيه، فتعرفوا علينا. شاركتي في اوبريت؟
شاركت في أوبريتات، شاركت في مهرجانات، شاركت. أهم الأوبريتات اللي شاركت فيها؟ تسألني وين؟ أو آخر شيء؟ آخر شيء كلنا خليفة. كلنا خليفة. طبعًا هاي رسالة بروحها. طبعًا. ما أدري إذا نسمع منها شيء شوية بما أنها سيدي صاحب سمو رئيس الدولة. للأسف ما راح ينفع. لا مش حافظنها كاملة يمكن. لا. طيب. يعني التشجيع، نحن نرجع الحين خطوة لورا، التشجيع والدعم الأسري كيف لقيتيه؟ في البداية طبعا ما كانوا أهلي وايد حابين فكرة الغناء، متحمسين طبعا للموضوع. لا ما كانوا حابين الفكرة. نعم. بس مع الوقت يعني تأقلموا، حسوا أن الموضوع أوكي مجرد غنى. يمكن كانوا متخوفين من المجال نفسه، من نعم. الوسط من أنا طالعين تلفزيون، يعني هم حتى فكره الاخراج ما كانوا حابينها وايد. طبعا هو وسط الاعلام يعني لا رهبه بالذات عند بالضبط، خصوصا يعني الاهل لما ما يكونوا متعودين بعدهم، ويعني ما يكونوا بعد متعودين على هالاجواء، وما في حد في العائله بعد في هالمجال. وبعدين شجعوك؟ اي طبعا بعدين خلاص صار في طبعا صار في شويه عناد على صار في، بس لا صار في طبعا الحمد لله هم يشجعوني واقفين معي، صاروا عارفين الجو، كانوا نعم. يروحون معايا في بعض الأحيان، يعني أول فترة يسافرون معايا مثلا أخواني معاي، وللحين ساعات أخواني يطلعون معايا فاطمنوا. إيه اطمنوا. رويدة كيف علاقتك مع الشركات الإنتاج؟ ما عندي مشاكل مع حد، علاقة طيبة يعني. ما عندي مشاكل مع حد أبدا. كنت مع شركة إنتاج لفترة طويلة من بدايتي تقريبا، نزلت 5 ألبومات مع شركة إنتاج. بس وصلت لمرحلة أحس أني خلاص مرحلة الشركات والألبومات بشكل عام، يعني مو بس عندي أنا، بشكل عام في العالم العربي وفي نعم. الوطن العربي صار الموضوع مو بنفس القوة مثل قبل. صار في عنا وايد سبل أو وسائل ثانية كثيرة طبعاً لنشر طبعاً. الأغاني بدون ما أنت تكون محتكر من جهة معينة. رويدة أول ما توقفين مع نفسك أو تختلين بنفسك في مكان سيارة أو أمام المرأة، تدندنين لنفسك ولا لحد آخر؟ حد آخر. لحد آخر. من هو؟ واحد؟ لا ما في حد معين، في أغاني. في أغاني معينة. هو طبعاً حد مش شخص، يعني هي أغنية في النهاية. شو الدندنة اللي أول ما تختلي، أول ما يخطر على بالك؟ حسب المود أعتقد. زعلانة وفرحانة. الحين مودك أوكي؟ لا دائماً مودي أوكي. الحمد لله. شوفي ما تزعلي يا خديجة. أكثر شيء يمكن الحين ما أتذكر، صار لي زمان ما غنيتها. الحين جت على بالي، خلينا نشوف. شكرا على كل شيء قلت كذب عني، وانا اللي غير الخير ما جاك شيء مني. شكرا عليك. طبعا انت رويدة اشهر من النار على العلم في الامارات وفي العالم العربي. غنيتي بصوت غنيتي اغنيه غير اماراتيه؟ غنيت مصري. في اي لهجه؟ باللهجه المصريه. غنيت مصري وغنيت يا غنيت مصري وغنيت اخر فتره في مسلسل، مثلت في مسلسل دوريمي. في مجال التمثيل ايضا متواجده ما شاء الله. مثلت مسلسل غنائي. نعم. غنيت فيها اغنيتين انجلش، بس الاغاني معروفه، يعني اغاني قديمه معروفه انجلش. المصري شو غنيتي؟ غنيت كانت اغاني خاصه. كانت مرحله، اغنيه اسمها كانت مرحله، يمكن هي اكثر وحده انعرفت. نسمعها؟ لان يتمع ابتسامه فتحمستني اسمع. انا والله تحمست للغه الانجليزيه بعد قبل شويه بس. اوكي اتذكرها بس لا ما غنيت. احنا متحمسين اي شيء يخصك. احنا متحمسين. ترى اقول لك شيء، نحن من كثر ما مجهزين لك ونبى يعني الفقره تكون وايد حلوه، لان نحن جدا يعني من
يعني كنا متواجدين ومعجبين فيك ومتضارج ضيعنا الاسئله. هذه مشكله يعني صح. لا انا مستانسه معاكم طبعا وان شاء الله ان شاء الله تكون الحلقه حلوه واللي موجود اكيد حلوه. بعد خلوني اتذكر بس الكلام مو متذكره وايد فبس شوي. المشكله انك هتندم انك هترجع ليا ثاني ومش هسامحك وخد كلامي عادي وما تسمعوش ما بيني وبينك ايام قليله. المشكله انك هتندم انك هترجع ليا تاني ومش هسامحك وخد كلامي عادي وما تسمعوش ما بيني وبينك ايام قليله. وهي كانت مرحله لا انا هبكي في يوم ولا اوجع في قلبي تاني واسكت مستحمله. مين بين دم عند الشيخ؟ طبعا بين دم. توقعين دم؟ طبعا. زين السوشيال ميديا كيف نشاطك على السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي؟ اون انستغرام اكتف، فيسبوك شويه ان اكتف، فيسبوك ويوتيوب شانل. عندي اليوتيوب شانل نحن اكتف بيسكلي عندنا ننزل كل جديد مثلا كل انترفيوز كل شيء على طول نازل. بس عندي يوتيوب وفيسبوك طبعا مش بس انا بيرسونالي يعني بس انستغرام انا بيرسونالي وفيري اكتف. ليش العنوان على الانستغرام؟ رويدا محروقي RUWAIDA MAHROQI بدون فواصل بدون شيء لان ترى في ناس وايدين يحطون اسماء هي نفس الاسماء. فخبرونا الشباب ان ياخذونها. طبعا احنا وايد اليوم يعني كنا بناخذ اكثر اغاني منك نمتع الجمهور فيها لكن يعني للاسف فقرتنا يعني نص ساعه. صحيح. لكن كالمعتاد نحن نشكرك على يعني تواجدك معنا ونحن جدا سعيدين بلقائك. فعلا. واليوم طبعا نقول لك كل عام وانت بخير ايضا المنتصف نصف من شعبان ان شاء الله وكل عام وانت بخير ايضا لرمضان. رمضان ان شاء الله والعيد وانتم بخير وان شاء الله كل المشاهدين والمتابعين كل موجودين بخير. الله يسلمك ان شاء الله. شو نختم خديجه؟ نختم شيء وطني للامارات بس قبلها طبعا نودع نحن مشاهدينا شكرا لحسن متابعتكم مشاهدينا الاكارم ونهايه اسبوع ممتعه. أحلام وردية وليلة هنية تصبحون على ألف خير. نترككم مع رويدة المحروقي في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يا دار زايد كيف محلا يا ناس حلوة وقلبي مغرم فيها كن غرامي.